السلام عليكم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. أخذنا في الدرس السابق مما يتكون الجهاز التنفسي. نأتي إلى ما وظيفة الجهاز التنفسي. صفحة 63. ما وظيفة الجهاز التنفسي؟ يحتاج جسم الإنسان إلى الهواء. جسم الإنسان يحتاج إلى الهواء الذي يدخل إلى الرئتين عن طريق عملية الشهيق. إذن الإنسان يحتاج إلى الأكسجين اللي هو الهواء الذي يدخل إلى الرئتين. قلنا أول ما يدخل الهواء عن طريق الأنف ثم البلعوم ثم القصبة الهوائية اللي تتفرع إلى فرعين ثم إلى الرئتان عن طريق عملية الشهيق. إذ يحدث تبادل الغازات بين الهواء داخل الرئتين والغازات المحمولة في الدم، وتسمى هذه العملية بالتبادل الغازي. إذن عند الجسم يحتاج إلى الهواء، وعند دخول الهواء إلى الرئتين عن طريق عملية الشهيق، طبعا يدخل الهواء إلى الرئتين عن طريق عملية الشهيق. إذ يحدث عند دخول الهواء إلى الرئتين عن طريق عملية الشهيق يحدث تبادل الغازات بين الهواء داخل الرئتين. الهواء داخل الرئتين يحمل غازات، والغازات المحمولة منين؟ في الدم. الغازات المحمولة في الدم، هذه العملية تسمى بالتبادل الغازي. ما هي التبادل الغازي أو تعريف التبادل الغازي؟ هي عملية تبادل الغازات بين الجسم والمحيط الخارجي، بين الجسم والمحيط الخارجي. تطرح الرئتان، ماذا تطرح الرئتان؟ غاز ثنائي أكسيد الكربون خارج الجسم بعملية الزفير. إذن الجسم يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى الهواء الذي يدخل إلى الرئتين عن طريق عملية الشهيق. الهواء إذ يحدث تبادل الغازات بين الهواء داخل، طبعا الهواء اللي يدخل للرئتين يحمل غازات، راح يحصل تبادل بين الهواء الداخل الرئتين اللي يحمل غازات وبين الغازات المحمولة وين؟ في الدم. الغازات المحمولة في الدم، هاي العملية تسمى التبادل الغازي. التبادل الغازي هي عملية تبادل الغازات بين الجسم الذي يحمل غازات عن طريق الدم، الغازات المحمولة في الدم، وبين المحيط الخارجي اللي هو الهواء اللي دخل إلى الرئتين الذي يحمل غازات. الرئتان تطرح الرئتان غاز ثنائي أكسيد الكربون خارج الجسم بعملية الزفير. إذن هذه وظيفة، ما وظيفة جهاز الدوران؟ هاي وظيفة جهاز الدوران. وظيفته يدخل الهواء إلى الرئتين عن طريق الشهيق، يحدث تبادل الغازات بين الهواء داخل الرئتين الذي يحمل غازات والغازات المحمولة إليه في الدم. هاي العملية تسمى التبادل الغازي، هي عملية تبادل الغازات بين الجسم والمحيط الخارجي. الرئتان ايش تطرح؟ تطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون خارج الجسم بعملية الزفير. نأتي إلى فقرة كيف أحافظ على صحة الجهاز التنفسي وسلامته. يقول للمحافظة على الجهاز التنفسي يجب اتباع بعض الممارسات التي تضمن صحته وسلامته. منها أولا، كيف أحافظ على صحة الجهاز التنفسي؟ أولا الابتعاد عن الهواء الملوث. الابتعاد عن الهواء الملوث نتيجة التدخين أو دخان عوادم السيارات أو المعامل أو المصانع وروائح المنظفات والمواد الكيميائية. إذن أول نقطة من كيف أحافظ على صحة الجهاز التنفسي والابتعاد عن الهواء الملوث. أما نتيجة التدخين أو دخان السيارات، عوادم السيارات أو المعامل والمصانع وروائح المنظفات والمواد الكيميائية. ثانيا، من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي هي الإنفلونزا والربو. الإنفلونزا والربو هي الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، لذلك يجب عدم الانتقال من الجو الحار إلى غرفة مبردة مباشرة. يقول من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي هي الإنفلونزا والربو، لذلك يجب علينا عدم الانتقال من جو حار، يعني انت كنت بجو حار مباشرة تدخل إلى غرفة وهاي الغرفة مبردة تبريد شديد مباشرة. ويجب الحرص على تناول العلاج بانتظام في حالة الإصابة بالمرض، وتناول الطعام الغني بالفيتامينات مثل الحمضيات وعصير البرتقال والمشروبات الدافئة التي تمنع تطور المرض. هذا كل ما موجود بكيف أحافظ على صحة الجهاز التنفسي وما وظيفة الجهاز التنفسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.